نحكي على الانتخابات الرئاسية. هناك من المعارضة التونسية من يريدون العودة لمربع 24 جويلية، ويريدون أنهم يرجعون اليوم الناس اللي حكمت بعد الثورة التونسية، وقاعدين يوعدوا أيضا بإطلاق سراح بين ظفرين المساجين السياسيين. وفما أيضا المترشح قيس سعيد اللي يقول لك سأواصل حرب تحرير وطنية، وأيضا يعني لا رجوع إلى الوراء. شنو رأيك أنت كمواطن تونس؟ والله يا رأيي أنا يسيبون الرئيس خليه يخدم على روحه برجوليه، وختانا رانا ملينا ومرضتونا وسرقتونا ومرجتونا، وتوا راه ما عندنا حتى شيء. بجاه ربي بجاه ربي يسيبونا عليه هيك، انت عليه توا النهضه هذه من اللي رجعت لنا واحنا نعانوا. ما خطاوا ما عملوا، ما خطاوا ما هزوا فلوس الكوفيد، بلعوها هما والناس كلها توا اشترها مات من الكوفيد. باهي قروض خذاوها وين مشيت فلوسها الله اعلم، فهمت؟ بالله بجاه ربي يا نهضة يا غيره بجاه ربي يخطونا من الكذب متاعكم وسيبونا. خلونا سيادة الرئيس يخدم على روحه بجاه ربي، احنا راه قبلناه وهذاك ابونا وثيقة ومصدقينه، ما عندوش لا زايد لا ناقص، وهو راه لا يوكل فيا ولا اعطاني ولا اما هذه كلمة حق راهي. بجاه ربي سيبونا يا نهضة، بجاه ربي سيبونا، خلونا هكاك ان شاء الله ربي يسهل علينا وبلادنا باش ترجع مريقلة، فهمت؟ لا علاش تكثر الاقاويل بكل انتخابات؟ توا النهضه هذه مش تحشم على روحهم، ماهوش يحشموا على رواحهم. برجوليه ماكمش محمولين وماناش حابينكم، راهو ابعدونا يز فيه بركه ما عملتوه. تعاليه تحبوا ترجعونا بلغه شد انت وشد انت وشد انت وتدخلوها في حيط وتوقع ضارب ومضروب ويرجع لنا المشاكل من قبل. بجاه ربي خلونا كي معنا، راه ما عندنا شيء رانا زويوله. بجاه ربي سيبونا. لا رجوع الى الوراء، مستحيل باش نرجعوا لتالي. عذبونا، حلمنا، تمنينا انه نتقدموا كما الشعوب المتقدمه، ونختلفوا ونتعلموا ونعلموا شعبنا الاختلاف. حلم لم يتحقق، لانه جاءوا ناس هما يدعيوا ان يمنوا بالاختلاف وما يمنوش بالاختلاف. 10 سنين عذبونا، عذبوا الشعب التونسي، غلات علينا المعيشه، كذبوا علينا، ما نقولش سرقونا، ما كانوش في المستوى، وما نرجعوش لتالي. سامحني، ان شاء الله ان شاء الله تجي اجيال مخر منهم لتونس وياخذوا المشعل على سياده الرئيس توا، وتجي اجيال من احفادنا واحفاد احفادنا يحبوا تونس خير من الناس اللي جاونا. انا بحكم ما نعيش لهنا، نعيش لبرا في ايطاليا واحد، ولكن انا مع قيس سعيد، نحب قيس سعيد، وان شاء الله ربي ينصره. داخل على حرب بالحق ما كذبش، ان شاء الله ربي ينصره. وين تسكن في ايطاليا؟ انا نسكن في بولونيا. شنو راي جاليتنا غادي التوانسه اللي في كل؟ والله يحبوه، هذه الامانه زعما، الحمد لله. باش تنتخب في تونس ولا باش تسافر تنتخب غادي في ايطاليا ان شاء الله؟ هي قنصليه ولا قنصليه؟ قنصليه. هي نمشي ان شاء الله. انا مع قيس سعيد وما نحبش نرجع قبل الثوره واحد، وقيس سعيد معناتها باهي، اما كان ما عمل لنا شيء في البلاد، عنده 5 سنين طبعا من 2019 لوقتنا هذا اليوم، ما عمل شيء 2024، معناتها كي يلزمنا نبدلوا رئيس جديد، خاطر فما برشا تو عباد مظاهرات وواحد كونتر قيس سعيد وواحد، وما عمل شيء ويحبوا يخرجوه، فما عباد وفما ناس قواده واحد وكجماعة النهضه واحد يحبوا يخرجوه قيس سعيد، وهما مدخلوش معناتها قيس سعيد. شنو تقول له لازم يعمل للشباب في صوره انه يعني يربح العهده الثانيه بتاع الانتخابات الرئاسيه؟ هو قيس سعيد عطانا معناتها 1,200,000 قال لنا في الجام في 2025، معناتها هو عنده 5 سنين، عليه ما عملهمش في حكمه الاول، عليه يحب في حكمه الثاني. وانا معاك قيس سعيد مش نعرف فيه، اما كي يعمل شباب واحد والبنيه التحتيه وكالش معناتها الواحد الشغل، اي مواطن الشغل ومعناتها للشباب وكتوا ترانسبور واحد العباد رابط بالسيف في كل روتار على الخدمه ونقل.
وزارة المالية زيادة وزارة النقل كل. شنو رأيي؟ أنا رأيي مع الرئيس. أما شنو؟ يبدأ إحنا سكرنا عليهم الباب وهو يحب يخرجهم، هذايا هو يتحط معاهم على خاطر هما قاعدين يعملوا يخرج لي ماهوش الرئيس، هذوما الكبار اللي تقعدوا يحبوا يترشحوا تشترشحوا وين تمشي، هذا هو قاعد يخلص في الديون اللي عملوها ذوكم اللي في الحبوسات. يا اخي نساو هما يفركسوا على الكراسي، هذوما مش يفركسوا على الواحد، مش يفركسوا على الشعب. الشعب اذا هو الشعب بجد يتفكر شو عملوا اللي في الحبس، يتفكروا شنو اللي عملوا وقتها. اما هو جايين على الكراسي وعلى النهبه كي عرفوها هي بدات تخلص تونس، عرفوا يحبوا يجوا يرجعونا للوراء. الشعب الشعب راهو فد وعياء، فيش تخلوا خليوا الاثار نتاعهم مشومه، خليوا الاثار نتاعهم حموم. ولات العباد ما عادش راجل ما عادش مساكن، امشي للقليل ولا ما عادش يلقى، ويقول لك ليه ما ينيش فيهم باش يرجع. أنا هو اللي يحبوا يهم يرجعوا، أكن هم عطاوهم الفليسات وربي نهار آخر هذيك على خاطر هم أخذوا الرشوة، واللي عطى الرشوة هذاك ربي ما يسامحوش بالكل، ما يسامحوش. وهو خديك بياخذ الرشوة ما تعرفش عليها كيفاش تطلعك الرشوة، لا في أولاده ولا في صحته ولا في ماله. علاش أنت تعرف عبد مبسخ وتجي تحط يدك في يده؟ ها عليه تلقى واحد مسخ لا ما يتهز بالواحد وتقول لي ما فهمش ما كيفو، عليه ما فهمش ما كيفو. تيجي هو شنو اللي عنده ذاك اللي يجي، شنو اللي عنده باش يولي رئيس؟ شنو اللي عنده باش تحامى في جماعة نتاع الحبس؟ تي هذوك ماني في الحبس قدام مرة تحكموا عليهم، تي تحكم عليهم بالعداء. يا هو جاي معاهم، هو استرجل معاهم قاعد يمشي فيهم بالطرف بالطرف، كل واحد يجبد له نزلته. هذا ما عجبهمش، ما عجبهمش اللي البنات مشيت، ما عجبهمش الاولاد اللي مشاو في البحر، ما عجبهمش الجيش اللي مشاو قتلوه ما غير حتى شيء. هذه الكل تنحى، ما عجبهمش كل الوليدات اللي خرجوهم من السبيطار في الصنادق في الكرازن. ها هذا كل ما جاء من بيناتهم اش بيه امسح وتعدى عليه؟ تفكروا يا شعب تونس، تفكروا الشيء هذايا، تفكروا اللي بناتكم مشات، تفكروا اللي ولادكم مشاو جابوهم من الزطله وجابوهم من الواحد. تفكروا هذوما، هذوما قص النار ما تتهزش، هذوما هذوما فيهم كل قبيحة وصحة العين. حتى من طقاق قد هكايا يقلب فيس على الفيستا ويتكلم. علاش؟ خاطر اعطاه الفلوس، اعطاه باش يتكيف، اعطاه باش يعمل. هذ عباد نخليه اللي راجل نحم من شويه من الواحد. جيت اسمع على البلدان الكل، عباد جيت هذاك هو ذيك هي الازمه، اعمل ازمه تعيش. شو تونس كيفاش الخضار ولات خضرة؟ كي ولات العصافة في لافيني ولات تزقزق، ما كانت ما فماش العصافة، العصافة منحوهم والله. كي الحمام كانت تاكل الكنيسية هذيك تبدا معبية بالحمام وبالعصافة، طبعا ما عادش تنحى من فعلها. تيتي وقت يجي حارة محليلة من بعد ولاو السويري باش تترشق الفلس، تعبيت كروشهم ماكلت الحرام. ذاك حرام مدرقين هذوكم بكلام ربي، وربي طايح فيهم خاطر ربي يهمل ولا يهمل. ربي راهو في الوجود، اي ربي سبحانه راهو هو الرقيب، هو كل شيء. اما تبقينا الناس هذوما، هذوما الشبيبة الصغار قاعدين العباد تعملوا لهم فيهم خاخو. لكن اولادي انظروا القبل، انظروا تو باش يجيو هما متحلفين
مش متحالفينهم، متحالفين في الشعب، يحب الشعب، يحب الشعب يصوت عليهم. منين انت كويتو الشعب؟ انت كويتو، كويتو في اولاده، كليتو في مرته، كليتو في الدنيا كل تكويو في رزقهم. نحولهم، نحولهم فرينه، نحولهم الخبز، نحولهم السكر، نحولهم القهوه، نحولهم التي، نحولهم كل ما عيش نتاعهم نحوه لهم، حتى من الخضره نحوه لهم. وطوع جايين تحبوا الشعب يصوت عليكم؟ عليه باش يصوت عليكم؟ على زينكم، على عينكم، على قدكم باش تركبوا في الكراهب نتاع الرياسه وتمشوا تقعدوا في قصر كارتاج؟ انا نقول له يا ربي لا تكتب لنا واحد مشوم بجاه النبي. وكنت توا ساجده لربي، والله توا كنت ساجده لربي، اما نقول له يا ربي، يا ربي مني بيجي يدخل لتونس خايب وخاين، يا ربي تهدوا قبل ما يدخل تونس. والمؤمن يلزم، المؤمن يعرف شنو وين يحط روحه وش يقول وش يحكي. مش الكل العباد يا اخي، هو الرئيس يقول لك ما يخدموش يا اخي، هو عنده فلوس باش تنزل عليه يشد الخدمه؟ شبي الاخرين ما خدموش؟ هاي بلدان ولادها قاعده، نساو ولادهم اللي في البحر مشاو، حطوهم في الفلايك وقبلوا الفلوس وخبروا عليهم وقتلوهم. اه وين هما يا اخي؟ شبيه كل فلوكه هي مفلوقه، كل فلوكه معموله يا ولادي. قنوا تقاول الله، قاول الله، راجل جاي باش ينظفها، خلي ينظف، خلي نحي السوس الخامجه. دي هي توا الادارات، الادارات يقول لك يا محلية تضيع الدوسي، علاش يفركشوا في الانتخابات شنو باش ترسي؟ ها؟ أما هو ربي يحييه وربي ينصر على الأعداء. وأنا مرأة كبيرة راهو أنا مع فات فيا الفوت. لا ربي يفضلكم أنتوما، أما لكن واحد يشوف وراه المجرمين شعملت، المجرمين شعملت. وتوا يحبوا هما يطلعوا على على كتاف الاخرين، يا اخي شنو اللي ما باش تراي باش يترسي؟ يولي رئيس به، ما باش ينحيوا ويقعدوا هما في بقعته، وهما يعملوا كي الدمية، اعمل هكا قد هكا ريقل هكا، وهما الكل وهما قاعدين هما اللي يحكموا، خرجوا معليش؟ يا ربي سبحانه قال لك حقق معاها، باش نجيو احنا نعملوا كيما نقولوها ليه شي ما عمل هذاك، شي ما قد يخزو التاريخ. انسان اللي ما يخزوش تاريخه ما هوش عبد، ما هوش عبد. اللي ما يخزوش تاريخ قبل ما هوش عبد، اخذ التاريخ هو اللي كل، التاريخ هو اللي يجمل. مش ليه قلقنا احنا منه؟ علاش تقلق منه؟ انت شفت هو اش عمل؟ يبدا انت ما شفتش هذاك اللي قاعد يحاول باش يريق لتونس؟ تشوفك اللي فسدوا تونس واللي خلاوها واللي عملوا فيها، نساهم مشيت، اولادهم مشيت، رجالهم مشيت. وي